رئيس الجمهورية يؤدي بداية من اليوم زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية تتواصل حتى السبت القادم. وفي النشرة تقرير نعود فيه على أفاق العلاقات بين البلدين على المستويين الاقتصادي والسياسي. وزير الشؤون الخارجية يؤكد في الذكرى 68 لتأسيس وزارة الخارجية أن السياسة الخارجية لتونس هي خط دفاعها الأول. تدشين محطة تطهير نموذجية بولاية زغوان هي الثالثة من نوعها في العالم والأولى على المستوى الوطني. عالمياً، جيش الاحتلال الصهيوني يجدد اليوم قصفه لمدينة رفحة، وجلسة مغلقة وطارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع فيها. يؤدي رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية بداية من اليوم الثلاثاء 28 من مايو إلى يوم السبت القادم 1 جوان، تلبية لدعوة من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ. ويشارك رئيس الجمهورية كضيف شرف في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي سينعقد يوم 30 مايو الجاري ببكين. زيارة رئيس الجمهورية تأتي في وقت تسعى فيه تونس لتثمين علاقاتها العريقة مع الصين كقطب اقتصادي هام، وتحرص الصين بدورها على مزيد الانفتاح على الدول العربية وتعميق التوافق معها بشأن القضية الفلسطينية التي تمثل أبرز محاور منتدى التعاون العربي الصيني في دورته الحالية. أحلام الجسمي تعود في التقرير التالي على أفاق العلاقات بين البلدين على المستويين الاقتصادي والسياسي. زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد للصين تأتي في وقت تسعى فيه الصين لكسب تموقع جديد في إفريقيا عموما وتونس خصوصا، وتحرص فيه تونس أيضا على دعم العلاقات اقتصاديا. الخبير الاقتصادي شكيب بن مصطفى يوضح أوجه الاستفادة المتعددة من مزيد دفع العلاقات بين البلدين. العلاقات الدبلوماسية بين تونس والصين فاتوا أكثر من 60 سنة اليوم، صاروا بنفع إنجازات من ناحية التجارية. نلقاو اللي الصين أكبر عجز تجاري عنا على الصعيد الدولي. الحاجة اللي نجمو نعملوها في تونس ندعموا الصادرات متاعنا إلى الصين. عنا منتوجات اللي تونس قوية فيهم، منهم مثلا زيت زيتون، ثم تمشي كامل في هذا الإطار، أما نجمو نقويو فيه بالدعم من السلطات الصينية. زاد كيف ثم كل ما هو استثمارات خارجية. الاستثمارات الخارجية الصينية في تونس ضعيفة وممكن باش يتطوروا، بالأخص في هذا المناخ الحالي اللي تونس قاعدة تنوقع روحها بصفة كل يوم أوضح على كل ما هو تنقل طاقي والانعكاس متاع مشاريع كما هذه على الاقتصاد الوطني كبير. فما زاد من الناحية السياحية في تنمية السياحة الصينية في تونس. وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي تحرص الصين على تعميق التوافق بينها وبين تونس وبقية الدول العربية في مواقف مشتركة حول القضية الفلسطينية. الأستاذ في العلاقات الدولية منتصر الشريف: نعلم جيدا أن الصين في إطار مجلس الأمن كانت من أكثر المدافعين على القضية الفلسطينية، وهي إضافة إلى روسيا من الدول الوحيدة التي لم تستعمل ولو مرة واحدة حق النقض ضد القرارات الصادرة لفائدة الشعب الفلسطيني. وبالتالي التوجه نحو الصين يعتبر خطوة في إطار تكوين حلف عربي صيني في مواجهة الحلف الإسرائيلي الأوروبي الأمريكي، وهذا يتطلب بطبيعة الحال استراتيجية تكون بديلا عن الاستراتيجية السابقة التي اتبعها العرب، يعني مجرد الاتجاه إلى مجلس الأمن. الاستراتيجية الجديدة يجب أن تتمثل في اتصال مباشرة بالحلفاء في مجلس الأمن وخاصة الصين وروسيا، وذلك بإنشاء أحلاف مع هاتين الدولتين لمحاولة خدمة القضية الفلسطينية. توطيد للعلاقات الصينية التونسية ودعم للتنسيق بين البلدين يأتي في ظرف عالمي دقيق سياسيا واقتصاديا يشهد تشكل قوة وقطب جديد من دعائمه الصين. قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار اليوم إن انتقاد السياسة الخارجية خاصة بالتعاون مع الخارج يضر بتونس ومصالحها، مضيفا أن الاستقواء بالأجنبية لا مبرر له خاصة في الوضع الذي تمر به البلاد. وزير الخارجية أكد خلال محاضرة قدمها بعنوان السياسة الخارجية التونسية تكريس السيادة الوطنية ومناصرة القضايا العادلة بالمركب الجامعي منوع
المنوبة بمناسبة الذكرى 68 لتأسيس وزارة الخارجية، أكد ضرورة أن يكون الحوار تونسيا مضيفا في تصريح لسمية الفرجاني أن الوزارة منفتحة على العالم الأكاديمي. أكدت عليه قبل كل شيء بطبيعة الحال سيدة الوطنية، قبل كل شيء الانفتاح نتاع وزارة الخارجية على العالم الأكاديمي، واللي الخارجية ماهيش صندوق أظلم ما نعرفوش شنو اللي يطبخ فيه. لا، السياسة الخارجية والدبلوماسية التونسية هي الخط الدفاع الأول لتونس وللتوانسة الكل. عقد مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ندوة صحفية قدم خلالها برنامج النسخة السابعة من المنتدى الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا فيتا 2024 الذي ستحتضنه تونس يومي 11 و12 من جوان المقبل. رئيس المجلس أنيس الجزيري أكد في تصريح لصلوحة بوكيري مشاركة أكثر من 65 دولة من مختلف القارات وتنظيم 28 ورشة عمل في المنتدى. منتدى حول التصنيع في إفريقيا وكيف تونس نجم ترافق البلدان إفريقيا جنوب الصحراء في التحويل في بلدانها والتصنيع. إن شاء الله مش يكون فما أكثر من 65 بلد مشارك من كل برسك القارات. ضيفة الشرف هما بولونيا وريبوبليك ديمقراطيك من الكونغو. لأول مرة عنا ما يقارب 28 ورشة عمل مشاركة لأول مرة من بلدان كما ناميبيا كما أوغندا كما نيجيريا كما سيشيل كما الكومور. انشقع تقديم مجال الاستثمار في بعض البلدان خاصة ناميبيا، كوت ديفوار، عدد كبير من الشركات التونسية منتصبة في الكوت ديفوار، بولونيا مش يقدموا كيفية التعاون بين تونس وبولونيا وإفريقيا، وورشة عمل يوم 13 جوان لتطوير الثلاثية بين كوريا وتونس وإفريقيا. إن شاء الله الحدث هذا مش يكون يوم 11 و12 جوان في تونس، وبالنسبة للحدث الكوري مش يكون يوم 13 جوان. تولت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي اليوم بولاية زغوان تدشين محطة التطهير النموذجية بمنطقة بنت سعيدان بمعتمدية الفحص المنجزة في إطار مشروع كواسيكل الممول من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التعاون عبر الحدود بالبحر الأبيض المتوسط 14 و2020. وهذه المحطة هي الثالثة من نوعها في العالم بعد إسبانيا ولبنان والأولى من نوعها على المستوى الوطني، وتعتمد تقنية حديثة رباعية الأبعاد لمعالجة المياه المستعملة عبر تقنيات حديثة ساهم في تركيزها مركز تونس الدولية لتكنولوجيا البيئة. كما اطلعت وزيرة البيئة على التقنيات المعتمدة لمعالجة مياه الصرف الصحية باستعمال النباتات المائية لمحطة التطهير الريفي بشكارة، وعلى الوضع البيئي بولاية زغوان والإشكاليات المطروحة وفق ما أفادتنا به مراسلتنا بالجهة حن العباسي. تحتضن مدينة الثقافة بداية من اليوم وحتى 30 من الشهر الجاري الدورة 6 للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة الذي تنظمه جمعية إبصار بمشاركة عدة بلدان عربية وأجنبية. دورة تجمع بين الترفيه والثقافة وتؤثثه عروض متنوعة وورشات بمشاركة مبدعين من ذوي الإعاقة. رئيس جمعية إبصار ومدير المهرجان محمد المنصوري يتحدث عن خصوصية هذه الدورة. سيشهد مشاركة الموسيقيين والمبدعين من إسبانيا من سويسرا من الإمارات وأيضا من المغرب ومن تونس. هذا المهرجان ميزته أنه ليس فقط به موسيقى وعروض فنية، إنما هذا المهرجان أيضا يبحث في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عموما، وبالتالي نقيم 3 ورشات. الورشة الأولى اليوم موضوعها الفقر والإعاقة، ثم غدا ورشة ثانية موضوعها كيفية التمتع بالخدمات البلدية، أيضا اليوم الثالث ستكون موضوعها مفاهيم ومبادئ الحكمة المفتوحة واندراج تونس في هذه المنظومة وتعهدات تونس تجاه الأسرة ذوي الإعاقة في هذه المنظومة. ما يميز أيضا هذا المهرجان أيضا يجمع بين الثقافة والترفيه، وأيضا أن كل مشاركاته مجانية. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. في
في تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جددت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم قصفها العنيفة على مناطق عدة شمال قطاع غزة ووسطه، وكذلك على منطقة تل السلطان غربي رفحة، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 20 فلسطينيا، فيما استشهد آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منطقة جباليا ومحيط مستشفى كمال عدوان. وأفاد شهود عيال لوكالة رويترز للأنباء بوصول عدة دبابات إسرائيلية اليوم إلى وسط مدينة رفح، حيث تمركزت بالقرب من مسجد العودة أحد المعالم الرئيسية بوسط المدينة. كما أكدت مصادر صحفية من جهتها أن جيش الاحتلال دفع بلواء جديد إلى مدينة رفح لينضم إلى 5 ألوية أخرى متوغلة في المدينة، في خطوة تصنف ضمن توسيع العملية العسكرية الجارية فيها منذ 6 مايو الجاري. في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة في غزة خروج المستشفى الأندونيسي وعيادة تل السلطان في رفح عن الخدمة، وناشدت المؤسسات الدولية ضرورة توفير الحماية للمستشفيات والطواقم الصحية من بطش الاحتلال. كما أعلنت منظمة الصحة العالمية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا اليوم أن نحو 1 مليون شخص فروا من رفح خلال الأسابيع 3 الماضية، وأكدتا أن إغلاق حدود رفح ونقص الوقود والمساعدات عرقلت جهود دعم النظام الصحي، وأصبح تقديم المساعدة وحماية الفلسطينيين أمرا شبه مستحيلا. على المستوى السياسي، مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة طارئة ومغلقة لبحث الأوضاع في رفح عقب مجزرة الخيام المروعة، واليوم يدخل حيز التنفيذ اعتراف أيرلندا وإسبانيا والنرويج بالدولة الفلسطينية وسط ترحيب فلسطيني وعربي وغضب إسرائيلي. منيا السياري. الاجتماع الطارئ والمغلق لمجلس الأمن الدولي يعقد اليوم لبحث الأوضاع في مدينة رفح عقب مجزرة الخيام المروعة التي أوقعت أكثر من 300 فلسطيني بين شهيد وجريح، بطلب من الجزائر العضو غير الدائم في المجلس. وطلبت حركة حماس مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته بشأن تجاهل الكيان الصهيوني أمر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان على رفح، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف العدوان والقصف العشوائي على رفح، محذرة من الكارثة الإنسانية والصحية المتفاقمة فيها على ضوء استهداف جيش الاحتلال للمستشفيات والمراكز الصحية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان أمس المجزرة الإسرائيلية في رفح، قائلا إن الهجوم الإسرائيلي قتل عشرات المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون فقط عن مأوى يحميهم من هذا النزاع المميت. على صعيد آخر، يدخل قرار إسبانيا وإيرلندا العضوين في الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالدولة الفلسطينية حيز التنفيذ، بالتزامن مع خطوة مماثلة لدولة النرويج وسط ترحيب فلسطيني وعربي وتنديد وغضب إسرائيلي. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مصادر إسرائيلية مطلعة أن إسرائيل تستعد اليوم لتسليم مقترح جديد لصفقة تبادل الأسرى إلى الوسطاء بعد إقراره من مجلس الحرب. بهذا الخبر نأتي وإياكم مستمعنا الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكيرنا بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤدي بداية من اليوم زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية تتواصل حتى السبت القادم، وفي النشرة تقرير عدنا فيها على أفاق العلاقات بين البلدين على المستويين الاقتصادي والسياسي. وزير الشؤون الخارجية يؤكد في الذكرى 68 لتأسيس وزارة الخارجية أن السياسة الخارجية لتونس هي خط دفاعها الأول. تدشين محطة تطهير النموذجية بولاية زغوان هي الثالثة من نوعها في العالم والأولى على المستوى الوطني. عالميا، جيش الاحتلال الصهيوني يجدد اليوم قصفه لمدينة رفح، وجلسة مغلقة وطارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع فيها. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، تحياتي نفيسة حسني، في أمان الله.